بنرحب بحضراتكم من جديد. وقرار الدايت اللي بنتكلم عنه دايما هو قرار عامل بالظبط زي قرار الجواز. صعب انك تاخد القرار ده من غير حسابات وتفكير واسئله كتير، زي مثلا انك بتشوف انك هتقدر تكون ملتزم او قد المسؤوليه وتلتزم باكل معين ووقت معين كمان ولا لا، وهل يا هل ترى تقدر تتنازل عن الاكل اللي بتحبه والخروجات اللي خلاص كلها بقت اكل في اكل من بره، ولا احيانا ده بيكون قرار صعب علينا شويه. وحتى كمان بعد ما بناخد قرار الدايت اوقات كتير بنرجع في القرار ده، طب ازاي اخس بطريقه صح من غير جوع اهم حاجه، من غير مجهود ده يا ريت، ومن غير حرمان ده اللي بنتمناه. كل الأسئلة دي هنعرف إجاباتها النهاردة، لأن ضيفنا اللي منورنا النهاردة هو دكتور محمد تركي الأستاذ بكلية الصيدلة. برحب بحضرتك معانا دكتور. مرحب بيكي. أهلا بيكي. أنت شايف إن القرار ده صعب زي ما بقول؟ هو صعب بس حلو. يعني بس حلو؟ لو ما إيه الحلو اللي فيه؟ أنت قلتي زي الجواز، ما حدش يقدر يتكلم بعد كده. قرار الدايت فعلا قرار صعب، ولكن قرار مفيد وقرار حلو. يعني ايه حلو ويعني ايه مفيد؟ مفيد لان كلنا عارفين ان السمنه مرض ممكن تعمل لي امراض تانية وممكن مرض تضرني. صح. طيب حلو في ايه؟ حلو في الرضا النفسي عن نفسك. ليه؟ انت عندك، خلي بالك يا جماعه، الانسان مش بيتكون من اورجنز او اعضاء فقط، لا، في حاجه اسمها الحاله النفسيه. طبعا في حاجه اسمها الايه، دي المايسترو بتاع، دي المايسترو بتاع كل الجسم. رائع. ده انا عايز اقول لك على حاجه، لو حالتك النفسيه مش كويسه مناعتك بتقل. طب دي مالها؟ لا، لا، اخر دراسات وجدنا ان الحاله النفسيه لو مش كويسه او مش متظبطه، زعلان، عليك ستريس، متضايق، في شكلك مش عاجبك، اي حاجه من الحاجات دي بتخلي مناعتك تقل، يخليك عرضه اكتر للامراض. طيب يبقى مش بس عشان الافاده او الاستفاده اللي هاخدها من اني اعمل دايت ان جسمي هيبقى وظايفه سليمه والكلام ده، لا، انا بعمل ده كمان عشان حالتك النفسيه، عشان شكلك الحلو، عشان مظهرك او الابيرنس بتاعك يبقى ملفت وجميل. طيب هنيجي للفكره الازليه بتاعت اي مرض، اسباب وعلاج. يعني احنا دايما بندرسها كده، ايه الاسباب، الايتيولوجي بيسموها الايتيولوجي، يعني ايه المسببات المرض دي وايه علاجه. طيب احنا كصيادله طبعا بيهمنا العلاج لان احنا بنتكلم في ادويه. صح. انما اهم من ان انا اعالج دايما ان انا امنع الاسباب، ان انا اتحكم. حتى مش هتقدر تدي دواء لو مش عارف سبب المرض ايه. بالظبط. انت لازم تعرفي السبب عشان تعرفي تعالجي. يعني صح. مثلا واحد عنده سمنه بناء على ان هو بياكل كتير. طيب ما انا مش هينفع اديله دواء الا لما يقلل اكله اصلا. بالظبط. لازم نعالج له السبب، ومش بس كده، او اقلل له بقى بعرفت الكوز ايه، ابقى عرفت الكوز بتاعته، السبب بتاعته، فابدا اشتغل على الشهيه. طيب هل في اسباب ثانيه للسمنه؟ خلي بالكم يا جماعه ان السمنه مش بس زياده في الوزن عشان باكل كتير. لا، ده وجدنا ان في اكبر اربع مسببات للسمنه دايما انا بتكلم عليهم دايما، ويمكن في الصوره دي باينين. طبعا اختلال في الغدد. هنيجي هنتكلم على كل حاجه بالتفصيل، ولكن يعني مثلا اختلال في الغدد دي ممكن تعمل لي سمنه. طب قله النشاط، ان انا ما بتحركش كتير وما بمشيش كتير وما يعني ما بمارسش رياضه، برضه تعمل لي سمنه. مش بس كده، اهم حاجه طبعا الاكل الغير صحي او الفاست فود او الوجبات السريعه، لان بيبقى فيها نسبه دهون عاليه جدا. واخر حاجه طبعا هو العامل الوراثي. العامل الوراثي ده يعني ايه؟ يعني في ناس بتبقى بطبيعتها كده زي ما بنقول كده بتشم الاكل بالجوع. على طول. بالظبط. كده بتشم الاكل على طول تزيد في الوزن. طيب هنعالجها ازاي؟ هنعمل ايه في الاربع حاجات دول؟ لو بصيتي على الاربع حاجات هتقولي لي دول صعبين. مش مالهمش حل. لا. وساعات اقول لحضرتك حاجه، سوري على مقاطعتك، ان الاربع اسباب دول بيكونوا متجمعين في شخص واحد. طبعا. لا، ده مش ساعات، ده على فكره دي بنسبه اكبر، يعني نسبه 80-85% الاربع اسباب دول ممكن تلاقيهم في حد، ما عدا اختلال الغدد لانها بيبقى مرض. حاجة مرضية. مرض يعني مرض غريب شويه او مش منتشر، مش معتاد. طيب العلاج بقى، احنا قلنا اسباب، هنعالج الاربع حاجات دول طبعا باختلاف الغدد يعني، ولكن الاربع حاجات دول نقدر نعالجهم بتقليل الاكل او التحكم في الشهيه. طب ازاي هعالجهم بالتحكم في الشهيه؟ انا دايما كنت بقول في وجبات، يعني في انواع اكل بتسد الشهيه او بتساعدني على سد الشهيه. ودايما انا يمكن كنت بقولها ومعايا خمس انواع كده، برضو الناس تبقى شايفه ايه الحاجات اللي بعض من الحاجات اللي بتقفل الشهيه او بتساعد على سد الشهيه، زي مثلا البيض. البيض المسلوق ده اللي احنا كلنا بناكله الصبح ده الاومليت. لا،
الاومليت ده فيه زيت، يعني أوكي. نعمله من غير زيت او ماشي. نعمله بطريقه تكون صحيه. مثلا البيض فكرته ايه؟ انه ما بيتهضمش بسهوله قوي، مش بسرعه قوي، فبيفضل فتره طويله في الايه؟ في المعده. طيب عندنا مثلا القهوه، القهوه دي بتعلي الحرق. طب عندنا مثلا الفول والعدس والحاجات دي، دي مليانه نقول الياف وبروتينات والحاجات دي. طيب عندنا الشوكولاته الغامقه زي ما بنقول كده، الشوكولاته الدارك شوكليت ديت برضو بتزود هرمون اسمه السيروتونين، وده بيحسن النفسيه. انا والسمك طبعا والحاجات دي، كل دي بالحاجات بتسد لي الشهيه. طب ايه رايك بقى لما اديكي حاجه فيها كومبو كده الخمس حاجات دول مع بعض؟ ايه فكره الالياف الطبيعيه؟ هي دي فكره الالياف الطبيعيه، ان انا بديك حاجه ما بتتهضمش بسرعه زي البيض، زي البيض، وغنيه بالالياف والمعادن والفيتامينات والحاجات دي، زي قلنا البقوليات والفول والكلام دوت. طيب بتساعد على حرق الدهون وبتخلصني من الدهون المتراكمه وبتشل الزياده في الدهون زي القهوه والحاجات دي، وبتحسسني بالشبع لمده 12 ساعه زي السمك وزي الاكل الصحي وزي الفيجيتابلز الخضار والحاجات دي. يبقى انا بباكت واحد من الياف سوتي اقدر احقق الخمس وجبات دول. ومش بس كده، ده انا زي ما انت قلتي في الاول مش هحرمك. يعني تقدر تاكل بقى هنا دول الخمس وجبات دول، اي دكتور او اي حد يجي يقول له ايه هتعمل الدايت هتمشي واحد اتنين تلاته، ده لوحدها ملل زهق، حاله نفسيه مش كويسه. لا، مسؤوليه انك تعمل لنفسك حاجه مختلفه عن العيله كل يوم، مشكله كبيره جدا. بتبقى يعني الزوجه بتطبخ اكل لزوجها والاولاد وهي ليها اكل تاني. طب ليه ندخل في الموال ده؟ ده غير الزهق من الاكل. انا لما باكل كل يوم سمك هزهق، لما اكل كل يوم فراخ هزهق، لما اكل كل يوم فول هزهق. ومش بس كده، ليه ضرر. خلي بالك، انا عايز اقول لك دايما، الشاي مضر ولا نافع؟ ممكن وممكن. برافو عليك، على حسب استخدام. والله شربت كل يوم 20 كوبايه شاي ولا 10 كوبايه شاي هيضرني، شربت قليل. يبقى معنى كده ان الاكل ده، حتى الاكل، انا دايما بقول حتى الاكل يا جماعه ما نمشيش ورا انه اكل صحي فخلاص. لا، ما ينفعش اكتر منه زياده عن اللزوم، ما ينفعش اكتر منه زياده عن قدرات جسمي. ولذلك انا دايما بلجا ليه؟ الالياف سوتي. هنعمل ايه في الياف سوتي؟ هتدخل المعده، تكبر حجمها، تنفش، تديني الحاجات دي كلها، ما بتتهضمش بسرعه. أيوة. تقعد وقت طويل في الجسم. تاني حاجه غنيه جدا بالالياف، فبتمد الجسم بكل العناصر اللي محتاجها. تالت حاجه ودي الاهم بقى، انها بتساعد على حرق الدهون وبتخلصني من الدهون الزياده. يبقى بباكت الياف انا ممكن انزل من 4 لـ10 كيلو في الشهر الواحد. وده رقم يا جماعه كويس جدا، ورقم بيفرق في الابيرنس وبيفرق في الشكل. طبعا هو ده المهم. طبعا. طيب بمناسبه، معلش انا ده يعني انا هنعمل التجارب بتاعتنا، بس عايزه اروح للاطفال الاول شويه، لان من امبارح الاطفال دخلت المدرسه وبدات اشوف ولاد كتير في الشوارع واللانش بوكس يعني كارثه. ايوه طبعا. ومش عارف الستات كمان بقت تحط حاجات غريبه قوي في اللانش بوكس بصراحه، مش على ايامنا وايام عيالنا الجيل اللي فات ده. فعايزه اتكلم على السمنه عند الاطفال، وازاي اقدر استفيد من سوتي مع اولادي مع ان مش من المفترض ان هم يحسوا باي حرمان. بصي، الطفل عنده مشكله غير مشكله السمنه، مشكله انه طفل. يعني ايه مشكله انه طفل؟ انه مش حاسس ومش فاهم ومش اوير ومش عارف ايه اللي هيحصل له لو زاد في وزنه. او لو عايز بقى الطعم الحلو. هو عايز الطعم الحلو. عايز يلعب مع اصحابه، عايزين ياكلوا بالظبط، عايزين ياكلوا وجبات جاهزه، عايزين ياكلوا من الكانتين بتاع المدرسه، مش فارقه معاهم. وعشان كده ما نقدرش نحرمهم، وعشان كده ما ينفعش نقول لهم هتمشوا على نظام غذائي. دي تبقى مصيبه لما يبقى طفل عنده 10 سنين وبقول له لا لازم تاكل الساعه 11 وبعديها الساعه 12 تاكل مش عارف ايه وثمره ايه. صعبه جدا وحاجه مش منطقيه انها تحصل. طيب اسباب وعلاج برضه عشان نبقى عارفين. اسباب السمنه في الاطفال هي عدم التحكم في شهيتهم، عدم التحكم في الايه، في الغرائز بتاعتهم، لان هم اطفال مش حاسين. نفسهم ياكلوا بطاطس، نفسهم ياكلوا حاجات مقليه، نفسهم حاجات فيها زيت وسكريات طبعا، الفرجه على التلفزيون، يقعدوا قدام التلفزيون ويقعدوا ياكلوا مش حاسين، شوكولاته وحلويات والكلام ده. طيب دي الاسباب. العلاج طبعا احاول اقلل الاسباب دي، ولكن انا مع الاطفال بنصحهم باستخدام باكت سوتي. طيب ايه سوتي هيعمل ايه مع الاطفال؟ الفكره في ان معده الطفل بتبقى اصغر من معده البالغ، الانسان البالغ، فممكن بنص باكت بس، بنص باكت بس من الياف سوتي احضرها له كده واعملها له في كوبايه واديها له معاه، او في ازاز عادي خالص واديها له معاه في المدرسه. يبدا يعمل ايه؟ يبدا ياخدها بين الوجبات او الصبح قبل ما يروح المدرسه، ابدا اكلها له. هتفضل قافله له الشهيه لفتره طويله جدا. يعني الام اللي عايزه تطمن ان ابنها ممكن عايزاه يخس شويه او كنترول على الاقل على الاكل، تاكله الصبح وهو نازل وتسيبه، هتبقى واثقه
ان هو حتى لو مش هيعوق. برافو عليكي. حتى لو اكل او حتى لو استخدم ايا كان اي حاجه من الحاجات اللي بتزود الوزن او الحاجات الفاست فود الحاجات المضره اللي بتزود الوزن، عمره ما هيستخدمها بنسبه صح. تضره صح. وعمره ما هيستخدمها بنسبه تزود له وزن. بل بالعكس بقى هيحصل ايه مع الاكتيفيتي بتاعه المدرسه؟ ما هو بيروح وبيلعب وبيتنطط والكلام ده مع الالياف هتلاقيه بيخس بطريقه طبيعيه جدا وزياده كمان. يعني هنقدر مش بس نتحكم في الشهيه والشبع، لا ده احنا هننزله في الوزن بصوره حلوه جدا. فللطفل بالذات انا بنصح طبعا بنص باكيت سوتي قبل اي حاجه بقى هو رايحها ممكن ياكل فيها. ياخد له نص باكيت سوتي بس على نص كوبايه ميه هتنفش في معدته. الطعم لطيف جميل. أوكي. ونقدر نغيره لو الطفل عايز. هو بصي في اطعمه بالفواكه، في سوتي بالفواكه وفي سوتي بالفانيلا. طيب احنا عايزين نغيره زي ما انا بقول دايما، اعمله على زبادي، اعمله على فواكه اي مثلا عندي مثلا عصير، الحاجه دي العصير ده هو بيحبه. ايه مفيش مانع خالص نحط نص الباكت ده على العصير ونقلبه ونديه له. هياخد الطعم هي ده هي طالما العصير ليكويد او يعني سائل هيبدا الالياف تمتص الميه اللي فيه وتكبر في ايه في حجمها وتعمل لي نفس الافكت بالظبط، مفيش مشكله. طيب اقدر اعمله كمان مش بس كده، انا اقدر اعمله واحط له مثلا نص معلقه عسل. حلو عشان احليله الطعم واخليه ايه يعني ويلنج وحابب حابب ان هو ياخد. بس انا عايز اقول لك ان الالياف اللي بالفواكه والالياف اللي بالفانيليا هي كافيه جدا من الاصل ان هو ايه يحبها. طب احنا معانا فيديو هيورينا ده صح؟ هيورينا اهي الدايتري فايبرز. اشرح لنا كده يا دكتور. هي بصي نفس الفكره، المعده اللي هي الاستومك دي هي اساس الفكره كلها. كل ما المعده عندي بتكبر كل ما الاستومك عندي الكيس ده بيكبر، كل ما بيبقى محتاج حاجات تتحط جواه عشان تملاه. صح. طيب الكيس دوت عايزين نصغره، عايزين نتحكم فيه، نعمل ايه؟ نحط له الالياف، شايفه مكتوب سوليبل وانسوليبل اللي هي ايه؟ الياف نوعين زائبه. الالياف نوعين الالياف دول زائبه وغير زائبه. ايه الفكره منهم؟ من الالياف الزائبه اول ما بتنزل المعده بتدور على الميه فتمتص الميه فتكبر حجمها. طب الالياف الغير الزائبه لا دي بتفضل قاعده كده قاعده في المعده فتره طويله من الوقت، تعمل امتلاء كده فتعمل امتلاء بس الفترة طويلة. زي ما احنا قلنا كده في اول الحلقة الاكلات اللي بتعمل لي امتلاء وبتحسسني بوقت طويل منها الالياف. فهنا الالياف الغير زائبة بتفضل قاعدة لي في المعدة تعمل لي ايه؟ تعمل لي احساس بشعور بالشبع لمدة طويلة جدا 10 12 ساعة. اذا هنا انا مش هحرمك، بالعكس انت تقدر تاكل اللي نفسك فيه ولكن هتاكل بكميات قليلة جدا. ولذلك فايبر از اسينشال اللي دايما انا بقولها، يعني الفايبر ضرورة ضرورة يا جماعة. مش بس عشان التخسيس ولا عشان الشبع، لا ده عشان جسمك يستفاد بالفوائد اللي موجودة في الفايبرز من فيتامينات ومعادن. صحيح. وإلا ربنا سبحانه وتعالى ما كانش خلق لنا كل الفاكهة لو لاحظتي والخضار فيها ألياف. يعني زي الصورة ديت لو لاحظتي أغلبية الأكل الصحي هتلاقيه مبني على فكرة الألياف. صح. هتلاقيه مبني على فكرة إن أنا أزود له في الألياف. الصورة دي مهمة قوي، لأن مثلا إيه أقول لنفسي أنا هاكل النهاردة تفاح علشان أخس. بالزبط. بس أنا ما ببقاش واخدة بالي إن الموضوع يسرقني شوية. صح. وبدل تفاحية ممكن اكل اتنين. بصي هما بيلجأوا لحاجه ولكن بيبوظوا حاجه تانية. فكره ان انا اكل تفاح وخضار وكده كتير 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 ماشي هيحسسني بالشبع. ولكن سعراته الحراريه موجوده هوديها فين؟ بالظبط كده. فالجسم عمره ما هيخس. صح. الجسم كده انت ما بتعملش حاجه، انت كده طالما انت بتاكل كتير برضو طول ما انت بتاكل كتير حتى لو اكل صحي مش هتخس. صحيح. يبقى احنا لازم 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 نقلل الاكل، ما ينفعش اللي هو بيسموه الكالوري ديفيسنت او يعني ايه نقص السعرات دي. بالظبط. نقلل انا جسمي 2000 سعره، لا انا بدي ادخل له 1500 عشان اعرف اخس. احنا شفنا التجربه على الشاشه لكن احنا عايزين نشوف التجربه في الاستوديو على الحقيقه. دايما انا بحب فعلا على الهوا كده تعالي اوريكي فكره بحب شكلها وهي بتنفش وهي بتعمل ايه كمان في الجسم. يعني انا دايما بقول الالياف الطبيعيه بتنفش في الجسم، الالياف الطبيعيه بتعمل امتلاء في المعده. صحيح. صح. طيب هنعتبر ان الكوبايه دي هي المعده، الكوبايه اللي فيها نص كوبايه ميه دي بالمره برضو اوريكي يعني ايه طريقه تحضيرها، لان في ناس كتير بتسال على طريقه تحضيرها. فطريقه تحضيرها بسيطه خالص، انا بقى ايه بفرغ محتويات النص الباكت، طبعا باكت او نص باكت عادي. أوكي. خالص على نص كوبايه ميه وبعمل ايه؟ ببدا اقلبه. شايفه هو كان بودره كان بالظبط كده اختلط بالميه انا كنت حاطط ايه نص كوبايه ميه. شايفه بدا يعمل ايه؟ الكوبايه دي يا جماعه هي معدتي. الكوبايه نفسها هي معدتي والالياف بتتحرك جوه المعده بفعل المعده، بتقعد تقلبها كده، طول ما انا بشرب ميه او طول ما انا بشرب كوبايتين او ثلاثه ميه بعد الالياف هيحصل اللي احنا شايفينه ده، التقليب دوت هيحصل جوه معدتنا. هتنتج عنها ايه بقى؟ تتخيلي انت هتنتج عنها ايه؟ هتنتج عنها الشكل الهلامي اللي انا هوريهولك ده
بصي شكلها بقى عامل ازاي، ده لزق في المعلقه، كانت باودر وده كان ميه. بصي الباودر بقى ايه والميه بقت ايه، بقت عامله زي ما تكون جيلي يعني كده او حاجه هلاميه. حاجه هلاميه عمرها اصلا ما تقع من الايه، من المعلقه يعني، ولا عمرها هتقع من الايه، من الكوبايه، من الكوبايه ولا من المعلقه ولا من الكوبايه خلاص. هي امتصت الميه دي، امتصت الميه دي وعملت لي شكل الهلامي الكبير الاسبونج زي ده. بودنج زي حاجه ده اللي بيحصل جوه معدتي. وونس ان انا بشرب ميه اكتر، بشرب ميه اكتر، الكميه بتزيد اكتر، الكميه بتزيد اكتر لغايه لما تقفل لي الايه، الكوبايه كلها اللي هي معدتي. وونس انها قفلت لي الكوبايه كلها خلاص انا مش هبقى قادر اصلا ان انا اكل. وحتى لو اكلت، حتى لو اكلت انا بقول لك كل اللي نفسك فيه، لانه ببساطه جدا كنت جدع بالظبط كده مش هتقدر تاكل. قبل ما اكل بقد ايه؟ بصي يعني ممكن وقت الاحساس بالشبع يعني ممكن تلت ساعه قبل الوجبه. انا رايح مثلا اخد المطعم، بطلب الاوردر مثلا لو قاعد في وجبه في حته فيها اكل مثلا فاست فود او حاجه، او في البيت حتى مفيش مشكله، بطلع وباخده قبلها بتلت ساعه واشرب لي كوبايتين ثلاثه ميه واستنى تلت ساعه كده وابدا اكل. هتلاقي نفسك شهيتك اوتوماتيك مش قادره تاكل نفس الاكل بالظبط. وهنا بقى نبقى اتحكمنا في ايه، في الشهيه مش في الاكل بالزبط. مش في نوع الاكل، سيبك من نوع الاكل ولا خلص. حاجه هتشتغل على مخي، ملهاش علاقه بالمخ ولا حاجه، هتزود لي ضربات القهوه اللي في شفتي احنا في اول قلنا خمس وجبات بالزبط. منهم القهوه. القهوه دي بتشتغل على ايه؟ بتشتغل سنترال على المخ وعلى القلب بتاعي عشان فيها كافيين، فبتزود ضربات القلب وبتعمل ايه زي عصبيه او كده مع الكتره منها. طبعا مش الحاجات دي يا جماعه، يعني لو شربت فنجان قهوه مش هيعمل لي حاجه كده ولا هيخسسني ولا اي حاجه. فانا لو هشرب لي مثلا 10 12 فنجان قهوه هيجي لي الاضرار بتاعته مش هاخد المميزات بتاعته. طب انا ليه ادخل نفسي دايما انا طالما انا كصيدلي، انا كصيدلي لقيت حاجه ناتشرال، لقيت حاجه طبيعيه الجا لها الاول. امتى الجا للحاجات الكيميكال؟ لما يبقى ما فيش فايده بقى وايه الحاجات دي مش موجوده. دكتور محمد اتكلمنا قبل كده على الدهون، وعايزين نعمل تجربه الدهون وتقول لي كده ازاي ممكن الياف صوتي تاثر في الدهون اللي هي بتبقى عاده اكتر حاجه بتضايقنا في جسمنا. بصي انا دايما بجيب معايا كوبايه الزيت دي وبجيب معايا كمان صوره الدهون. ليه؟ لان كوبايه الزيت دي هي سائله كده صح؟ صح، ولكن لما بتدخل جوه جسمنا تعمل ايه؟ تعمل الصوره اللي احنا ايه اللي معانا دي، الكوبايه الزيت القليله دي شكل تعمل لي كل ده. دي تخيلي كوبايه زيت قليله خالص وتقولي ده يعني ممكن واحد يشربها وما يحسش بيها، حاجه بسيطه. بصي تعمل لي الشكل ده، الشكل اللي هو الاصفر ده. ده الدهون يا جماعه اللي بتتحول، اللي بتتحول من اكلي لحاجات فيها سمنه، في حاجات فيها زيت، حاجات فيها سكر. الثلاث حاجات دول بيتحولوا للمنظر، بيتحولوا للمنظر ده المنظر اللي بيبقى جوه جسمك وبيبقى جوه بطنك وبيبقى جوه وده رجليك. في الوزن قد الحته الصغيره اللحمه اللي جنبها، شفتي الحته اللي جنبها اللحمه الصغيره دي؟ لكن المساحه دول الاثنين نفس بالظبط، دول الاثنين نفس الوزن ولكن بالظبط كده تحسي ان الحجم بتاعها الفوليوم بتاعها كبير جدا، ويا ريته كبير ومتناسق. لا ده كبير بشكل يعني بيسموه كده ايه، مفعكش كده، عارفه شكل ملوش شكل، فاهمه قصدي؟ طيب هنتخلص منها ازاي؟ او الياف صوتي هتعمل لنا ايه في الموضوع ده؟ تعالي كده اوريكي ان الزيت لو حطيته على ميه، احنا اتفقنا الكوبايه دي هي ايه؟ جسمي، المعده او جسمي، خلينا نعتبرها المعده خلاص. هبدا احط، حطيت ايه؟ شويه زيت، عملوا لي الطبقه اللي احنا شايفينها دي. طبعا شايفه الطبقه فارقه ازاي؟ ايوه، هو ده اللي بيحصل على سطح الميه، هو ده اللي بيحصل على سطح بطننا وعلى ايدينا وعلى رجلينا وعلى في الجناب. هي دي الدهون اللي بتتراكم اللي بتعمل لنا شكل مش حلو. صح. طيب هنعمل ايه؟ احنا قلنا ممكن اخد باكت الياف صوتي، وممكن اخد اوصل لاثنين باكت الياف صوتي اللي هو الظهر وبالليل، اللي هو قبل الغداء بالظبط كده، وقبل العشاء، وقبل العشاء، قبل الوجبات الرئيسيه بتاعتي يعني. طيب هعمل ايه؟ هبدا احط اول باكت اللي هو ايه بتاع الغداء خلاص، وهكمل يومي عادي خالص. طبعا ما ننساش يا جماعه ايه، شرب الميه اهم طبعًا. حاجه شرب الميه، لان شرب الميه بالظبط كده هيزود لي حجمها، فهيديني الشكل اللي احنا شفناه قبل كده واحنا بنحضرها. طيب هكمل يومي عادي خالص وابدا استخدم الباكت التاني. وطبعا هنا من مميزات الياف صوتي برضو عشان ايه يعني الناس تبقى فاهمه، ان الباكت الواحد فيه 17 جرام من الالياف الطبيعيه. مفيش حاجه في ده يعني ده يعتبر ده رقم كبير جدا، كبير جدا. هاتي اي باكت او شوفي اي حاجه الياف ده لو كانت طبيعيه، طبعا هي اغلبيتها مغشوشه، ويعني بقى نعمل كده حلقه عن الفرق بين الالياف الطبيعيه والالياف الصناعيه او المغشوشه، هتلاقيها 5 جرام
6 جرام. طبعا ما هو الفرق كبير قوي كده. هو دي اهم حاجه، دي اهم حاجه من مميزات الياف سوتي، انها كميه فعلا تستحق التجربه، وفعلا تستحق ان انا ابدا اخس على الياف تديني فعلا فايده. صحيح. مش حاجات يا جماعه اللي هي مجهوله المصدر، والحاجات اللي غير معلومه الايه المكان ولا معلومه بالزبط. المصدر بتاعها، استخرجت من واستخرجت إيه منين وايه اللي استعملته وبتعمل ايه في الجسم وطريقه صناعتها. طبعا طبعا. بصي انا زي ما انت شايفه كده، هي متعلقه، بصي متعلقه ازاي في الزيت، يعني انت لو شفتي هتلاقيها ايه، بدات تكلكع وتشفط كل الزيت، بدات تكلكع وهتعمل ايه بعد شويه. انا سايبها، انا مش متداخل معاها في اي حاجه، ولكن هتلاقيها بعد شويه هتعمل ايه، هتكسر طبقه الزيت دي، هتبدا تفتت لي طبقه الزيت دي اللي احنا حاطينها، وهتبدا تمتصها. طب انا لما بمتص الزيت او بكسر الزيت او بقلل نسبه الزيت او الدهون اللي في الجسم كده، انا بسهل الماموريه جدا على مين؟ على جسمي. على الجسم بالظبط. يبقى كده انا زي ما بقول كده ضربت عصفورين بحجر. اول حاجه ان انا تخلصت من الدهون وتخلصت من الوزن الزايد اللي شكله مش حلو زي ما احنا شفنا. تاني حاجه اني خليت الجسم يا جماعه هو اللي يحرق الدهون. مهم جدا 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 اني اخلي الجسم هو اللي يحرق الدهون، مش اديك دواء هو اللي يحرق لك الدهون. صح. هنا كده الفرق، ان انا بديك حاجه تخلي الجسم نفسه هو اللي يتخلص من الدهون الزياده اللي عنده. بصي زي ما انت شايفه كده بدات تنزل اكتر، هتفضل كده يعني لو ركزتي ايه، خلاص بصي هي خلاص، بصي يعني هتاخد لو تفضل هنا الدهون وتروح إيه؟ نازله على تحت. بصي هتعمل ايه، يعني معنى كده ان الدهون دي هتخرج من غير ما يحصل عليها مع الإخراج اي بقى عادي خالص. لا من غير ما يحصل عليها اي تخزين. لا خلاص، هي الالياف امتصتها، الارداف، البطن، ما هي دي، ما انا هقول لك حاجه، الدهون دي اللي موجوده اوريدي اوريدي في الارداف، في البطن، في الجناب، في الرجلين، في الايدين، هي دي موجوده اوريدي. اول ما بتلاقي الالياف بقى تلاقيها تعمل ايه، تعمل الشكل اللي احنا عملناه ده، تحاول تمص منها على قد ما تقدر. فلما تمص منها على قد ما تقدر بتكسرها، تقلل يعني زي ما بيقولوا كده تبعد المولكيولز عن بعضيها، فتخلي الجسم بسهوله جدا يقوم عامل ايه، ياخد الحاجات المتكسره دي يطلع منها طاقه عشان يعرف يعيش. وده قبل وبعد الصور دي يا جماعه، ده ممكن في مده قد ايه يعني نوصل للحاله دي؟ دايما احنا بنقول في الشهر من 4 ل 10 كيلو يا جماعه. من 4 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. طبعا دول بيبقوا يعني، حتى بصي ده تحسيه مش شاب مش كبير. يعني ممكن يكون ايه شاب. اصغر شويه. للسيدات طبعا بصي الفرق دي مثلا تنزل لها مثلا 15 كيلو في مثلا في شهر، شهر و10 ايام. واو، دي بقت كانها بنتها. وفي الوقت المهم الوقت، زي ما انا بقول كده دايما، الكام في كام يا جماعه، يعني انا خسيت قد ايه وزن في قد ايه وقت. دايما انا بقول لو شهر شهر ونص نزلت فيه 15 كيلو ده رقم حلو جدا جدا جدا. يعني انا كأم لو بص على ده طفل اوكي، او يعني سن صغير، بص على ابني، هختار ان ابني يبقى شكله الناحيه اللي على الشمال ولا على اليمين؟ ولا هو ده مش تنمر، ده ان دايما الواحد بيبقى عايز ولاده يبقوا في احسن شكل. صح. واحسن صحه ممكنه. والاسباب زي ما انت قلتي كده، ده مش تنمر، انا بعرف الاسباب. بالزبط. انا بعرف الاسباب اللي وصلتني للشكل ده. حتى هو لو جيتي سالتيه هيختار سيبك طبعا من والدته او سمارت. والده ترضى تبقى الشكل ده ولا تبقى الشكل ده؟ هيقولك طبعا الشكل ده. مفيش حد بيحب يبقى شكله مش مناسب. صح. ويبقى شكله مش فيت. ده حتى هقولك ايه، وهو بيقيس يعني في ناس كتير تقول لي انا وانا بجيب بدله البدله ما تقفلش عليا، مش لاقي المقاس عشان البدله مش عارف ياخد بعضه ويروح لان البدله ما دخلتش، ويروح ياكل اتسدت قدامه يعني ايه نفسه ان هو يعمل شوبينج. ايوه خلاص، او ان يبقى شكله حلو خلاص، مفيش فايده. وبعدين يقولك ايه، هي الكلمه دي، يقول لي ما هو مفيش فايده، انا هاكل بقى. يعني ايه، ما هي بايظه بايظه، طب يلا نبوظها، طب يلا نبوظها اكتر وناكل اكتر. شريف معانا على التليفون، ممكن يفيدنا في الجزئيه دي ونعرف ايه تجربته مع سوتي. مساء الخير يا شريف. مساء النور مدام لينا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. التجربه هايله جدا جدا جدا. انا بقالي شهر بستخدم السوتي، اقل من شهر. اقل خسيت حوالي اقل من شهر خسيت حوالي 5 كيلو. حلو قوي. حلو قوي. وزن 104 وصلت 99، بس اعتمدت على حاجه معينه، يعني هم الدكاتره بينصحوا مع السوتي تقلل كميات الاكل، تاكل كل حاجه. مفيش نظام دايت معين. تقلل كميات الاكل، انا لما تبعت في تقليل كميات الاكل فعلا خسيت، كل يوم كل يومين كنت بوزن، بلاقي ان انا في تقدم تقدم تقدم، يمكن اخر يومين بس لخبطت شويه، بس هرجع تاني اظبط نفسي. هايله جدا. شريف عايز اسالك سؤال، انت طبعا بتقول انا قللت الاكل، انت قللت الاكل بمزاجك ولا انت ما كنتش قادر تاكل؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، ما عشان اجيب نتيجه ايجابيه كان لازم اقلل كميه الاكل. صح. لكن هو المنتج بعد ما تاخديه بنص ساعه بتحس ان انت شبعانه.
اوكي، هو ده اللي انا عايزه اسمعه. مش قادره اكمل يعني. انا مع كميه الاكل خلاص وصلت لمرحله الشبع اللي تكفيني كل طول اليوم. انا ممكن انا اتغدى مثلا الساعه 4 اقعد لغايه ثاني يوم ما اكلش. كويس جدا، كويس. فالمنتج هايل هايل، روعه يا دكتور محمد. الاعراض الجانبيه في اي حاجه ضايقتك؟ ده دايما بحب اسال عليها. ولا سايد افكت خالص، لانه انا اي حاجه، بشرتك، شعرك، اي حاجه، مودك، اي حاجه. عايزين نتيجه حلوه قوي يا شريف، ومستنيينك تكلمنا تاني. مش هنكتفي بالخمسة كيلو، احنا عايزين لسه نتخلص من اكتر عدد من الكيلوهات ممكن، وانت تكون مستريح ومبسوط وما بتعانيش من اي حاجه. بشكرك شكرا جزيلا. معلش انا بقفل مع شريف عشان معانا تليفون تاني. مين اللي معانا؟ منى. يا منى. الو، ازيك يا منى؟ اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. منى احكي لنا تجربتك كده مع سوتي. الو الو يا منى، سامعانا؟ انا سامعتك. اتفضلي. انا واخداه لسه من يوم 22 الشهر ده، فهو الحقيقه يعني اثرت بطريقه جامده جدا. اول ما اخدته كنت جميل، وبعد على طول باخد ازازه ميه، يعني باخد النص كوبايه باخد وراها على طول ازازه ميه. فبحس بعدها ان انا شبعانه مش عايز اكل. فحتى كلمت الشركه فقالت لي لا لازم تاكلي علشان ما يحصلش مضاعفات. فبقيت اكل، يعني باكل علشان ان انا اكل بس، انما كشبع انا شبعانه جدا. فانا حاسه طبعا ان في بالنسبه لهدومي، انما لا في يعني احنا كده بنتكلم يا منى في 10 ايام بس. يعني قد ايه كام كيلو؟ معلش لا انا ما اتوزنتش الحقيقه، انا قلت اما اخلص الكورس وبعدين ابقى اتوزن. حلوه الفكره دي بقى. طب فرقت في اللبس؟ دي حاجه مهمه. عشان انا كنت قبل ما اكل كنت انا 80 كيلو. طيب فرقت معاكي في اللبس؟ اللبس وقف عليكي شويه؟ لا فارق. لا فارق فارق فارق. طب احنا المره الجايه تفاجئينا بقى بعدد الكيلوهات ان شاء الله. وبشكرك شكرا جزيلا يا منى، والف مبروك المقاسين اللي نزلوا دول. صح. طيب احنا عايزين نشوف بقى الريفيوز، لان دي الاماره بتاعتنا، ناس تجرب وتقول رايها، وهو ده اللي بيهمنا جدا جدا مع كل المنتجات اللي بنعرضها. ونشوف الريفيوهات الخاصه بسوتي. واهو دكتور اتفضل. انا دايما بحب الريفيوهات يا جماعه، لان انا بقول اي حد جرب يبعت ريفيوهات، حتى لو مش قادر يدخل معانا يتكلم ويقول تجربته. مش كل الناس بتلحق. لا نبعت يا جماعه الريفيوهات بتاعتنا. شوفي في 3 اسابيع بتخس قد ايه. الفكره في الوقت يا جماعه. يعني انا لما ببقى في شهر او في 10 ايام واخس واحس ان اللبس بقى واسع عليا، او في 3 اسابيع انزل لي مثلا 5 كيلو او الارقام دي يا جماعه حلوه جدا. دي كيس طفل 11 سنة. سنه مثلا ونزل 5 كيلو في شهر، دي حلوه حاجة رائعة، حاجة كويسة جدا. خصوصا بقى زي ما بنقول كده، انه من غير حرمان. انه من غير كل وما تاكلش. انه من غير اعمل وما تعملش. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. البيج قدامنا، الصفحة الخاصة بأورجانيكا على فيسبوك. طبعا تقدروا اي سؤال ما سألناهوش خلال الحلقة، او حتى ريفيو عايزين تسيبوه، او تقولوا لنا تجربتكم كمان، ده بيبقى مفيد جدا جدا لينا في الفقرات. بنجاوب على كل اسئلة حضراتكم. دي الصفحة المعتمدة لأورجانيكا بيوتي على فيسبوك، فيها كمان كل المنتجات. وادي شهادة الجودة الأيزو. او الايزو. الايزو دي في جودة التصنيع فعلا، في تصنيع المنتج، انه يبقى حاجة مضمونة ومتصنعة طبقا للقياسات او المعايير اللي زي ما يقولك العالمية في تصنيع اي منتج. الأثر. الأوفر بقى من خلال ست الستات، علشان ده بيهمني جدا يا دكتور. طيب دايما انا بقول نتكلم كده ونقول كلمه السر. كلمه أيوة. السر بتاعتنا ست الستات 50% على طول لكلمه السر بتاعتي اللي هي ايه؟ ست الستات. نديه 50% على طول على الياف سوتي، وعلى ان شاء الله على منتجات شركه اورجانيكا. ومهم جدا برضو ان المتابعين يبقوا عارفين ان في متابعه. الفريق الطبي بيكلمك كل 10 ايام 15 يوم، يتابع معاك وصلت لايه، عملت ايه، ايه النتائج. ودي حاجه مهمه جدا. ده شيء رائع، وبنتمنى باذن الله السلامه. زي ما بنقول طبعا السمنه بتاذي يا جماعه جامد جدا، وبتقلل من الثقه في النفس، وبتعمل حاجات يعني كتير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ليكي. دكتور شكرا. محمد تركي الاستاذ بكليه الصيدله. وبشكر حضراتكم كمان انكم تابعتوا حلقتنا النهارده. اشوفكم باذن الله الحلقه الجايه يا رب على كل خير، وحلقه جديده من ست الستات. باي.